مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليس تي ان. اليوم قال النائب بمجلس النواب الشعب والقيادي بحزب حركة النهضة أن عبير موسى المتغطرسة والمارقة عن القانون وعن سلوكها الميليشياوي تتصرف باضطراب ملفتة الانتباه، وهي تكرر كثيرا كلمة مش يقتلوني، مما يدل أنها خائفة من القتل. وتابع الفرجاني: إلا أنني وكل حر وديمقراطية أطلب مضاعفة الحراسة من أجل ضمان سلامتها الجسدية مع ذويها وأي مواطن مرتبط بها، كما أنه يمكن لمن يدفع لها ويشغلها من مثل ربما الاستخبارات الأجنبية تستهدف أمن تونس وسلامتها وديمقراطيتها، أن يستهدف سلامتها الجسدية والعياذ بالله والنهضة التي رزخت تحت نيران الظلم والقمع طالما فقدت أعضاء منها تحت التعذيب، فما بالك اليوم فهي تمارس المدنية وتحمي الديمقراطية حتى تجاه من تستغل الديمقراطية لضربها مستغلة الدعم الأجنبي لأعضاء ثورة تونس ونظامها السياسي الديمقراطي.